بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم طلابي وحبايبي، طبعا طلاب الصف الثاني الاعدادي، ورجعنا لكم تاني مع اهم مراجعة، اللي هي مراجعة التاريخ للترم التاني. يلا بينا عشان ما اطولش عليكم. طبعا لا تنسوا الاشتراك في القناة والدعاء واللايك، اهم حاجة الدعاء، واحنا خصوصا كده في ليلة القدر ان شاء الله. طيب، تنسب الدولة الاموية الى مين؟ إلى أمية الجد الأكبر لمعاوية، ومؤسسها ومين؟ معاوية ابن أبي سفيان، وعاصمتها إيه؟ دمشق. طيب، وعدد خلفائها كام؟ 14، ومدة حكمها كام؟ 91. شطار أوي أوي يا أولاد، أنا دايماً بقول عليكم إن أنتوا شطار ولازم تركزوا معايا. تمام، لما نقول من أشهر خلفاء الدولة الأموية مين؟ عندنا معاوية ابن أبي سفيان، ومين؟ وعبد الملك ابن مروان، ومين؟ والوليد ابن عبد الملك ابن مروان، ومين تاني؟ وعمر ابن عبد العزيز. إيه الجمال ده والحلاوة دي؟ قامت الدولة الفاطمية في بلاد إيه؟ في بلاد شمال إفريقيا. تمام، أي بلاد إيه؟ المغرب. يبقى شمال إفريقيا بنسميها إيه؟ بلاد المغرب. على يد مين؟ أبي عبيد الله المهدي. أرسل الخليفة الفاطمي نقط قائده، يبقى المعز. الخليفة الفاطمي مين هو؟ المعز لدين الله. قائده جوهر الصقل الفتحي مين؟ مصر. شيد جوهر الصقل في مصر حاجتين، ايه هم؟ مدينة القاهرة والجامع الأزهر. نجح في إنهاء الخلافة الفاطمية في مصر صلاح الدين الأيوبي، أول خلفاء الدولة الفاطمية في مصر، المعز لدين الله. قائد الجيش الفاطمي الذي استطاع هزيمة الإخشيديين والاستيلاء على مصر مين؟ جوهر الصقلي. انت يا حبيبي، يا حبيبي اللي واقف في البلكونه، امتى بقى هتيجي؟ انا كل فيديو بقول لك اللي واقف في البلكونه، اكيد انت المره دي مركز معايا، ولازم تركز معايا لان انت شاطر وحابب ان انت تكون شاطر، وعشان تكون شاطر لازم تركز معايا. مش عارف ازاي بس هي بتتقال تركيبه كده على بعضها. طيب، قام الخليفة نقط بإنشاء بيت مال المسلمين، هو مفيش غيره، عمر بن الخطاب. لما يقولي استنجد بالصليبيين، بالصليبيين الاسم الصعب اللي هو اسمه ايه؟ ضرغام. تمام، تولى صلاح الدين الأيوبي الوزارة في مصر بعد وفاة مين؟ أكيد لما توفى عمه أسد الدين شريكو. طيب، قائد جيش نور الدين محمود الذي تمكن من الانتصار على الصليبيين، مين قائد جيش نور الدين محمود؟ هو أسد الدين شريكو، وجاب معاه مين؟ ابن أخيه صلاح الدين الأيوبي اللي هو هيكون فتحة خير على مصر إن شاء الله. يعد الخليفة نقط آخر الخلفاء الفاطميين الأقوياء. المستنصر بالله من الدول المستقلة تماما، من الدول المستقلة تماما عن الخلافة العباسية، أكيد هي الدولة الفاطمية. لما يقول لي كانت أول دولة مستقلة في مصر شكلا ما اعترافها بسيادة الخليفة العباسي عليها هي الدولة إيه؟ الطولونية. طب وآخر دولة هي الدولة المملوكية. إيه الجمال والحلاوة دي؟ عبد الستار وصل، وعبد العال وصل، وصل. لا لا لا، ده ايه الجمال ده؟ تعالوا يا اولاد وركزوا معايا، وخلوا زمايلكم اللي هم بيسمعونا كمان يركزوا معانا. لما نقول عرفت الوزارة من حيث المعنى فقط، المعنى فقط، نقول عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وعهد مين؟ الخلفاء الراشدين، وعصر مين؟ الامويين. بينما عرفت الوزارة لفظا ومعنى، واصبحت وظيفة رسمية في الدولة في عهد الدولة ايه؟ العباسية. عرف منصب الإمارة في عهد مين؟ في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم استمر في عهد مين؟ أبي بكر الصديق. ولما اتسعت الدولة الإسلامية في عصر مين؟ عصر عمر بن الخطاب. تم تقسيم الدولة إلى ولايات، وعين على كل منها واليا. طيب، نشأت الدواوين في عهد الخليفة مين؟ عمر بن الخطاب، حيث أنشأ إيه؟ ديوان الجند وديوان الخراج، ثم ازداد التوسع في إنشاء الدواوين في العصرين إيه؟ الأموي والعباسي. لا تنسوا الاشتراك في القناة، اوعوا عشان ما ازعلش منكم، وانتوا اكيد مش عايزين ان انا ازعل، وانا برضو مش عايزكم ان انتوا تزعلوا. ماشي، تمت ممارسة الحزب كمعنى فقط في عهد مين؟ في عمر، عصر طبعا عمر بن الخطاب، ومين تاني؟ وعصر الامويين. بينما عرفت الحزب لفظا ومعنى، واصبحت وظيفة رسمية في عصر مين؟ عصر الدولة العباسية، هي اللي دايما بتختلف معانا. لما نقوله نظمت الشرطة في عهد مين؟
علي ابن ابي طالب، ولقب رئيسها بصاحب الشرطة. بينما في عصر الامويين والعباسيين زاد سلطة صاحب الشرطة، واصبح له الحق في في النظر في الجرائم، وايه تاني؟ والحفاظ على حياة الخلفاء، وايه كمان يا اولاد؟ اقامة الحدود. ايه؟ الله ينور عليكم عبد الستار، يا عبد العال حلمي. لا لا لا، انا عايز عبد العال حلمي، انا بكلمك انت. ركز معايا، ما تبصش جنب زميلك، مش عارف ازاي بس يلا. ظهر القضاء في عهد مين؟ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم اول قاضي في الاسلام، وكان يحكم بنفسه بين الناس، بينما اتسعت الدوله الاسلاميه في عصر طبعا عمر بن الخطاب، والدوله الامويه والدوله العباسيه، وتم تقسيمها الى ولايات، وعين طبعا قاضيا لكل ولايه. في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كانت تجنيد اختياريا، عهد الدولة الأموية والعباسية أصبح التجنيد إجباريا. أنشئ الأسطول الإسلامي في عصر مين؟ عثمان بن عفان. تم استخدام نقط الذي صنع من نقط، طبعا أنا مزود لكم في أكمل يعني. تم استخدام الدينار البيزنطي الذي صنع من ايه؟ من الذهب. وايه تاني؟ والدرهم الفارسي الذي صنع من ايه؟ من الفضة. في عصر مين؟ الخلفاء الراشدين والامويين. ادخل الخليفة الاموي عبد الملك بن مروان بعض التعديلات على العملات لتأخذ الشكل الاسلامي، فاصبح يكتب عليها ايه؟ الشهادتان واسم الخليفة، يقابل مبدأ نقط في الاسلام النظام ايه؟ لما يقول لي مبدأ الشورى في النظام الديمقراطي الحالي، تؤمن الديمقراطية بحرية التعبير عن الرأي بشرط ألا يتعارض مع حرية الآخرين. يا سلام على الديمقراطية. أمر الخليفة نقط بتنقيط المصحف عبد الملك بن مروان. طيب يرجح سبب اختيار معاوية ابن أبي سفيان لدمشق كمر قرر الخلافة ليه؟ عشان فيها كثرة أنصاره. أنشئت مدينة نقط في عهد الخليفة معاوية، يبقى هي القيروان. أنشأ معاوية ابن أبي سفيان ديوان من غير ما كمل، ديوان الخاتم. طلب الخليفة نقط من بني أمية ارجع ما أخذوه. هو مين؟ عمر بن عبد العزيز. كنت لسه هقول عمر بن الخطاب، لأن عمر بن عبد العزيز أشبه ما يكون بالخلفاء الراشدين. يعد الخليفة نقط آخر الخلفاء الأمويين مروان بن محمد. تمت مبايعة نقط خليفة للمسلمين بعد معركة الذئاب، بعد معركة الذئاب اللي هو عبد الله ابن محمد ابن علي، واللي هو يسمى باقي أبو العباس. تمام. ينسب العباسيون إلى مين؟ إلى العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. وصلت حدود الدولة العباسية إلى نقط شرقا بلاد ما وراء النهر. يرجح تقسيم عصر الدولة العباسية إلى عصرين على أساس وحدة البلاد وقوتها. طيب أول خلفاء بني العباس هو مين؟ هو أبو العباس اللي احنا لسه قايلين. تأسست قواعد الدولة العباسية على يد مين؟ أبو العباس. يعد تيسير رحلة الحجاج من العراق إلى مكة مين؟ اللي هو أبو العباس. طب نقل خلافة الدولة العباسية للمرة الثانية على يد مين؟ أبو جعفر المنصوري. يعد نقطة المؤسس الحقيقي للدولة العباسية طبعا أبو جعفر المنصوري. اتخذ مدينة بغداد كمقر للدولة، هو برضو أبو جعفر المنصوري. يعد أبو جعفر المنصوري المؤسس الحقيقي للدولة العباسية، لأنه في عهده استقرت الدولة داخليا. يتمثل العامل الحاسم في سقوط الدولة العباسية في هجمات طبعا المغول. سقطت الدولة العباسية على يد مين؟ المغول. ادعوا لي يا اولاد انا تعبان. ماشي. انفتحت الحضارة الإسلامية على الحضارة الأخرى في عهد الخليفة العباسي مين؟ المأمون. شجع الخليفة نقط حركة الترجمة من غير ما كمل المأمون. طيب ذال نفوذ الخلافة العباسية عن مصر على يد مين؟ طبعا جوهر الصقلي. طلب جوهر الصقلي من الخليفة المعز لدين الله الفاطمي المجيء بعد بعد الانتهاء من بناء مدينة القاهرة. تغير الوضع السياسي لمصر وتبعيتها السياسية بعد مجيء مين؟ المعز لدين الله الفاطمي. أول الدول المستقلة عن الخلافة العباسية في مصر كانت الدولة الطولونية. تختلف الدولة الفاطمية عن باقي الدول المستقلة بفرض سيطرتها على مصر. لما يقولوا زال نفوذ الدولة العباسية عن مصر مؤقتا في عهد مين؟ في عهد الفاطميين.
ماشي. وصلت حدود الدولة العباسية جنوبا إلى بلاد إيه؟ إلى بلاد طبعا النوبة. صح. حافظ العباسيون على وحدة دولتهم واستقلالها في العصر العباسي الثاني. خطأ. اتسم العصر العباسي الأول بالضعف. خطأ. اتسعت رقعة الدولة الإسلامية في عهد هارون الرشيدي. طبعا صح. قام هارون الرشيدي بإحياء الخلافة العباسية مرة طبعا أخرى. الكلام ده خطأ. جمع الخليفة هارون الرشيدي بين العلم والسياسة. الكلام ده صح. تأسست الدولة الفاطمية على يد أبي عبيد الله المهدي. صح. كانت أولى محاولات الفاطميين للاستيلاء على مصر على يد جوهر الصقلي. خطأ. يعد الجامع الأزهر أعظم مؤسسة دينية لنشر الثقافة الإسلامية في العام. صح. في العالم المفروض. تخطت طموحات الفاطميين الاستيلاء على مصر. الكلام ده صح. استنجد شاور بنور الدين محمود. يبقى الكلام ده صح. تعددت سواحل الخلافة الفاطمية في عهد الخليفة. الكلام ده برضه صح. اهتم الفاطميون بالقوة البرية والبحرية للقضاء على الإخشيدين. الكلام ده صح. استنجد ضرغام بنور الدين محمود. الكلام ده غلط. ضرغام لا. اهتم الفاطميون بتدعيم الأسطول لحماية سواحلهم. الكلام ده صح. استنجد بنور الدين محمود أمير دمشق أثناء صراعه ضد ضرغام. الكلام ده طبعا هو مين؟ شاور. استنجد بالصليبيين ضد شاور. هو ضرغام. قائد الجيش الذي أرسله نور الدين محمود لمساعدة شاور هو مين؟ هو أسد الدين شيريكوه وابن أخيه صلاح الدين. جاء إلى مصر مع عمه أسد الدين شيريكوه. تولى الوزارة هو مين؟ صلاح الدين. مؤسس الدولة الفاطمية في بلاد المغرب شمال إفريقيا أبي عبيد الله. قائد فاطمي أرسله الخليفة المعز لدين الله من غير ما كمل جوهر الصقلي. قائد بنى عاصمة جديدة من غير ما كمل جوهر الصقلي. أول الخلفاء الفاطميين من غير ما كمل المعز لدين الله. أصبحت مصر منذ مجيئه دارا ومقرا للخلافة المعز لدين الله. خليفة فاطمي أمن حدود الدولة طبعا المعز لدين الله. اتسعت الدولة الفاطمية في عهدي طبعا المعز لدين الله الفاطمي. طيب ما المقصود بعام الجماعة؟ زي ما أنتم شايفين. ما المقصود ب الموالي زي ما انتم شايفين. ما المقصود بالخلافة؟ ما المقصود بالعرب؟ ما المقصود بالوزارة؟ انا بحاول ان اسرع عشان ما اطولش عليكم. ما المقصود بالحزبة؟ ما المقصود بالشرطة؟ ما المقصود بالقضاء زي ما انتم شايفين؟ ما المقصود بالمماليك؟ ما المقصود بالصليبيين؟ ما المقصود بالزكاة؟ ما المقصود بالخراج؟ ما المقصود بالجزية؟ ما المقصود بالعشور؟ ما المقصود بالركاز؟ ما المقصود بالغنيمة؟ ما المقصود بأهل الذمة؟ ما المقصود بالانتخاب؟ ما المقصود بالشورى؟ بما تفسر كراهية الموالي للأمويين؟ طبعا لأن الموالي كانوا يرون أن الأمويين يفضلون العرب عليهم. نكمل. بما تفسر عرف أو تسمية عام 41 هجريا لأنه هو العام الذي اجتمعت فيه كلمة المسلمين بعد تنازل الحسن بن علي ابن أبي طالب طبعا ابن أبي سفيان عن الخلافة ومبايعته له وهو أخوه الحسين حقنا للدماء وجمعا لكلمتهم. بما تفسر يعتبر عبد الملك بن مروان المؤسس الثاني للدولة الأموية لأنه قضى على الفتن وأعاد الاستقرار للدول الإسلامية. طيب بما تفسر تنازل الحسن بن علي عن الخلافة ليه بقى؟ حقنا لدماء المسلمين وجمعا لكلمتهم. بما تفسر نقل معاوية عاصمة الخلافة من الكوفة إلى دمشق ليكون بين مؤيدي. بما تفسر أنشأ معاوية ديوان الخاتم لحفظ وختم مراسلات الخليفة. ماذا يحدث إذا لم يتنازل الحسن بن علي؟ لم تحقن دماء المسلمين ولم تجمع كلمتهم. طيب بما تفسر سمي عصر الوليد بن عبد الملك بالعصر الذهبي عشان الحاجات ديت كلها تمام. بما تفسر العصر العباسي الأول عصر القوة والازدهار
ليه؟ عشان طبعا لأن خلفاء هذا العصر حافظوا على وحدة دولتهم واستقلالها، وقاموا بالعديد من الإصلاحات في كافة المجالات، بما تفسر عد العصر العباسي السنة عصر الضعف، لأنه طبعا ظهور العديد من الدول المستقلة وطمع الغزاة الصليبيين والمغول أي التتار، بما تفسر يعتبر أبو جعفر المنصوري المؤسس الحقيقي للدولة العباسية، لأنه نشر الأمن والأمان وزي ما احنا شايفين بالشكل ده، بما تفسر ازدهار الحياة العلمية في عصر الخليفة المأمون طبعا لأنه اهتم بالعلم والعلماء، بما تفسر اهتمام المعتصم بالجيش طبعا للقضاء على الثورات التي نشبت، بما تفسر ضعف وسقوط الدولة العباسية زي ما احنا شايفين، بما تفسر ضعف وسقوط الدولة الفاطمية في مصر برضه زي ما احنا شايفين، بما تفسر إقبال الناس على تعلم اللغة العربية لأنها أداة لتحصيل العلوم المختلفة، بما تفسر اهتم الفاطميون بوجود جيش قوي في الدولة طبعا للحفاظ على دولتهم، وزي ما انتم شايفين بما تفسر قيام الفاطميين بتدعيم الأسطول وتنظيمه ماشي، بما تفسر إنشاء الفاطميين ديوان الجيش والرواتب لتسجيل الجنود وتحديد وظائفهم، بما تفسر إنشاء الخليفة عمر بن الخطاب بيت مال المسلمين بسبب اتساع الدولة الإسلامية، وده سؤال مهم جدا جدا جدا، بما تفسر اهتمام أو رغبة الفاطميين بضم مصر إلى الخلافة تمام. طب هنا بما تفسر نجاح الفاطميين في الاستيلاء على مصر في عهد الخليفة المعز لدين الله، أو هو ده اللي حرص الخليفة المعز لدين الله الفاطمي على ضم مصر للدولة الفاطمية، بما تفسر قيام الدولة المستقلة في مصر في العصر العباسي الثاني، بما تفسر تسمية الحملات الصليبية بهذا الاسم، طبعا احنا شايفين الاسئله بما تفسر قتل صلاح الدين الايوبي طبعا لارناط حاكم طبعا الكرنك اوت، بما تفسر عقد ريتشارد قلب الاسد صلح الرمله مع صلاح الدين، بما تفسر سقوط الدوله الايوبيه، بما تفسر جعل الصليبيون من اماره بيت المقدس مملكه لهم، بما تفسر معركه حطين زي ما احنا شايفين كده. ادي الاسئله يا اولاد، انا بحاول بقدر الامكان ان انا مطولش عليكم عشان الفيديو يكون اقصر ما يكون تمام، حاولوا بقى ان انتوا توقفوا الفيديو كده وتراجعوا كل سؤال باستفاضه، خلي بالكم هنا من النتائج المترتبة على اعتماد عمر بن عبد العزيز على الموعظة والقدوة الحسنة في نشر الإسلام، هو ما النتائج المترتبة على نشر الإسلام في البلاد المفتوحة بالموعظة والقدوة الحسنة، إجابته أدى ذلك إلى دخول الناس في دين الله أفواجا، ما النتائج المترتبة على معركة الذئاب برضه أدي الإجابة هيت، ما النتائج المترتبة على مجيء الحملة الصليبية الأولى إلى طبعا على الشرق الإسلامي أدي الإجابة، ما النتائج المترتبة على مجيء المعز لدين الله الفاطمي إلى مصر تمام، ما النتائج المترتبة على معركة حطين هيت، ما النتائج المترتبة على استرداد صلاح الدين بيت المقدس تمام، ما النتائج المترتبة على استيلاء المغول على بغداد تمام، هنا ما النتائج المترتبة على هزيمة المماليك على يد السلطان سليم الأول، ما النتائج المترتبة على موقعة الريدانية بمصر، ما النتائج المترتبة على إنشاء الأسطول في عصر الدولة الإسلامية، ما النتائج المترتبة على نجاح جوهر الصقلي في هزيمة الجيش الإخشيدي، ما النتائج المترتبة على إرسال الفاطميين جيشا بقيادة جوهر الصقلي، ما النتائج المترتبة طبعا على قيام المجتمع الإسلامي على عدة دعائم، وهنا زي ما انتم شايفين اهوت تمام، هنا من النتائج المترتبه على طبعا عرف عن التجار المسلمين الصدق والامانه، من النتائج المترتبه على تمسك التجار المسلمين بمبادئ الاسلام السامحه في البيع والشراء، اجابته برضو حاجه واحده تمام، هنا أيد بالأدلة طبعا لعب التجار دورا دعويا في الدولة الإسلامية، وهو برضه ما العلاقة بين التجارة وانتشار الإسلام ماشي، هنا برضه أيد بالأدلة تمام،
هنا بقى المقارنة اللي هي معركة حطين ومعركة عين جالوت الأطراف. هنا في معركة حطين كان المسلمون بقيادة صلاح الدين الأيوبي ضد الصليبيين، وهنا كان المسلمون بقيادة قطز ضد المغول الأسباب. هنا طبعا استيلاء أرناط حاكم حصن القرنق على قوافل الحجاج المسلمين وقتل من فيها، وهنا الدفاع عن مصر ضد الخطر المغولي، وهنا انتصار طبعا النتائج انتصار المسلمين على الصليبيين، قصر أرناط وملك بيت المقدس، تخليص بيت المقدس من الصليبيين، وهنا انتصار المسلمين وهزيمة المغول، حماية مصر والعالم الإسلامي من خطر المغول. وبكده يا أولاد نكون قد انتهينا من هذه المراجعة، أرجو أن تكونوا قد استفدتم، وإن كان لدى أحد منكم أي سؤال أو أي استفسار يكتبوا لي في التعليقات، وشرف لي أن أنا أرد على حضراتكم. ويعني لا تنسونا من خالص دعائكم، ولا تنسونا من اللايكات ولا الاشتراكات، وسلام الله عليكم ورحمة